السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حباب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة من الفيديوهات المميزة جدا والفيديوهات الجميلة جدا في القناة، وهي بفضل الله بتتحدث عن سورة قصيرة بفضل الله ترددها 14 مرة وتقرأها على كوب من الماء بالطريقة اللي انا اقولها لك. وبإذن الله بعد قراءتك لهذه السورة المباركة وبعد تطبيقك للفايدة زي ما أنا أقولها لك، بإذن الله لن تمر أيام إلا وستحفظ كل ما تقرأ بإذن الله. هتلاقي فيه تقوية للذاكرة بشكل عالي جدا، فبالتالي الفايدة دي تنفع للطلاب. هتلاقي إن أنت عندك تحكم في كلامك، هتلاقي إن الله تعالى ألقى في قلبك الحكمة في تعاملك مع الناس، فبالتالي هذه الفائدة تنفع لكل شخص شايف ان هو ما بيقدرش ياخد القرار الصواب في حياته، ما بيقدرش يتحكم في نفسه، ما بيقدرش يتكلم مع الناس بشكل كويس. وايضا الفايدة دي تنفع للشخص ده. تالت حاجة او تالت ثمرة هتعود عليك لو عملت الفايدة دي، هي ان انت بفضل الله بعد تطبيقك لهذه الفائدة المباركة هتلاقي اختلاف في تعامل الناس معاك، فبالتالي هتلاقي الناس بيعاملوك باحترام، هتلاقي الناس بيعاملوك بشكل فيه ان انت شخص عندك هيبة، هتلاقي الناس شايفين في وشك حاجة معينة مش شايفينها في غيرك. مثلا يا جماعة معايا كوب من الماء اهو، هبدأ يا جماعة وهبدأ زي ما قلت لكم وهقرأ أول حاجة زي ما قلت لكم سورة الفاتحة 14 مرة، ومثلا وبعد كل مرة وكل مرة لازم البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن كذلك، لحد ما تخلص سورة الفاتحة. بعد كل مرة يا جماعة تنفس في المياه، يعني أنا مثلا خلصت سورة الفاتحة أول مرة، بعد ما تخلص أول مرة تقوم عامل كده كده، المرة الثانية، المرة الثالثة، لحد ما تخلص ال 14 مره، وبعد كل مره تنفس في المياه. بعد ما تخلص سوره الفاتحه 14 مره زي ما انا قلتها لك، هتقرا البسمله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هتقراها 786 مره بالعدد يا جماعه، يبقى معاك سبحه. وبعد ما تخلص ال 786 مره تمسك ايضا المياه وتنفس فيها برضه كده. بعد ما تخلص ال 786 في الفاتحه احنا قلنا بعد كل مره، لكن في البسمله لا، بتنفس في المياه بعد ال 786 مره. بعد ما تخلص البسمله 786 مره هتيجي لتالت حاجه واخر حاجه في الفايده، وهتقول يا مجيب 33 مره، وبقى يا مجيب، وبعد ما تخلص وتقول يا مجيب 33 مره، بعد ال 33 تمسك برضو كوبايه الميه وتنفس فيها. بعد كده تشرب انت الميه لو انت عايز تاخد الفايده لنفسك، او تشربها لحد عايزه يحصل على الفايده ويحصل على الثمرات. يعني انت مثلا واحد عندك ابنك عايزاه يحصل على الفوائد، تشربيه الميه، فاهمين يا جماعه؟ بس، وتفضلوا مستمرين على الكلام ده اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لحد ما تخلصوا 7 ايام متصله. باذن الله انا واثق 1000000% الفايده والثمرات اللي قلتها لكم في بدايه الفيديو هتحصل من اول يوم، لكن النتيجه النهائيه والثمره النهائيه بتبان يا جماعه بعد اسبوع بفضل الله. فاعملوا الفايدة دي يا جماعة، وانا واثق 1000000% ان هي هتنجح معاكم. وبكده يكون الفيديو خلص يا جماعة، اسأل الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.